اهلا بيكم. هنعمل النهاردة الراعي الرسمي للشتاء، شوربة العدس وفتة العدس. الجو ده مش عايز احسن من طبق شوربة كده يدفي القلب، وشوية فتة معمولين بمزاج يدونا نشاط وطاقة عشان نقوم بالتكتكة والساعة اللي احنا فيها دي، ننجز كده ونخلص اللي ورانا. في حلة هحط معلقة من السمن، واول ما السمنة تتقدح هكون مقطعة عندي بصلاية كبيرة وكام فص من الثوم. مش مهم التقطيع خالص لان كل الكلام ده هيتضرب في الخلاط، المهم بس نكون مقطعينهم كده عشان نعرف نقلبهم كويس. هقلب البصل والثوم في السمن، وبعد كده هنزل عليهم بحبيتين طماطم وسط وحبيتين جزر برضو وسط، كله متقطع قطع صغير. هقلب الخضار كده مع بعض كله في السمنة ياخد تشويحة بسيطة، وهكون مجهزة عندي كوبايتين من العدس الاصفر المغسول ومتصفي، مش منقوع ولا حاجة خالص، انا بس غسلته كده كام مرة كده، شطفته كام مرة لحد ما المية بتاعته بقت صافية خالص. هقلب العدس مع الخضار، هقلب الكلام ده كله مع بعض، وبعدين هغطيه بحوالي لتر ونص من المية. لتر ونص يعني انا مليت الكاتل كله مية سخنة وفضيته كله مية سخنة، بس عشان يسهل الموضوع ويخلي العدس يستوي اسرع وما ياخدش معانا وقت طويل. هنتبل بشوية من الملح، وعندي معلقة صغيرة من كل حاجة، كمون وكزبرة ناشفة وبابريكا عشان تدينا لون حلو، ممكن كمان تحطوا شوية من الشطة لو انتوا حابين الطعم يبقى حراق شوية. هحط كمان مكعب من المرقة عشان يدي طعم حلو، ده اختياري. واخر حاجة معلقة كبيرة من الصلصة عشان تديني لون حلو، وبس كده هنديله تقليبة ونهدي عليه النار كده بعد ما ياخد غلوة على نار متوسطة، ونسيبه بقى لحد ما يستوي. وقبل ما العدس يستوي يكون جهزنا باقي الحاجات بتاعتنا. عندي هنا عيش، ده هول ويت بيتا بريد عشان نعمل بيه الفتة، احنا هنعمل شوربة وهنعمل فتة، بقصه بالمقص بالشكل ده. ده اقرب عيش للعيش المصري البلدي بتاعنا، بيديني طعم حلو، وده نفس العيش اللي انا استخدمته معاكم في الحواوشي. بقصه بالمقص كده حتت صغيرة، ما بحبوش يبقى كبير قوي عشان يبقى على قد اللقمة كده او على قد المعلقة. طاسة فيها معلقة سمنة، هبتدي احمص العيش بالشكل ده. خطوة تحميص العيش مهمة علشان ما يطلعش كده الفتة معجنة ويبقى ليها طعم حلو، كمان العيش بيشرب كده من السمنة فبيبقى طعمه خطير. حلو قوي كده، خلاص خد لون دهبي حلو. نرجع بقى نبص على العدس بتاعنا نشوف اخباره ايه. نعرف ازاي ان العدس استوى كويس؟ لما نضغط على الجزر كده يبقى دايب معانا، مش بيقطم كده، يبقى دايب خالص كده، يبقى هو خلاص تمام. هناخده بقى في الخلاط نديله ضربة كده، وفي نفس الحلة هحط معلقة من السمن وعندي شوية من الشعرية، دول حوالي كوباية من الشعرية. أحمر الشعرية في السمن لحد ما تاخد لون دهبي غامق. الناس اللي بتشتكي ان الشعرية بتطلع معاهم معجنة، لازم نحمر الشعرية كويس عشان تطلع كده معانا متماسكة، ما تبقاش معجنة زيادة عن اللزوم، لازم توصل لدرجة اللون دي، تبقى لونها دهبي غامق كده حلو. خلاص هي كده تمام. هنزل بقى عليها بالعدس اللي احنا ضربناه، ولازم اعديه على مصفى، انا ضربته كويس في الخلاط وبعديه على مصفى علشان القشر بتاع الطماطم والخضار اللي احنا حطيناه او لو يعني في اي شوائب كده ما تنزلش في الاكل. شايفين ده اللي انا بتكلم عليه بالظبط؟ يعني في ناس بتضربه بالهاند بلندر، بس انا بصراحة مش بحب، انا بحب اضربه في الخلاط احسن علشان اضمن ان انا صفيته كويس. شايفين هنا لونه بقى خطير ازاي، ولسه كمان لما ياخد غلوة كده مع الشعرية لونه هيحلو اكتر. وهنا بقى ممكن ندوق ونشوف اخبار الملح ايه. انا لقيت الملح مظبوط، بس هحط شوية كده يعني رشة بسيطة من البهارات اللي احنا حطيناها تاني في الاول، كمون وكزبرة ناشفة وبابريكا، رشة بسيطة، وبس هزود كمان شوية من البهارات المشكلة ورشة من جوزة الطيب عشان تديني بس نكهة اقوى. وهقلبه كده وهدي عليه النار واسيبه لحد ما الشعرية تستوي. وهنا تقريبا بعد 10 دقايق خلاص الشعرية استوت ولونه كده غمق وبقى تحفة، وشايفين قوامه بقى عامل ازاي. هنقسم بقى النص الحلة ده، نص هنعمله شوربة ونص التاني هنعمل بيه الفتة. هنعمل الفتة ازاي؟ هنجيب طاسة ونحط فيها معلقة سمن صغيرة، وعندي هنا حوالي 4 5 فصوص ثوم مع قرن فلفل، ضربتهم كده في الخلاط لحد ما نعمتهم بالشكل ده. هنزل بيهم على السمنة، حمرهم كويس وعليهم رشة صغيرة كده من الكزبرة الناشفة،
وهخلي التوم يتحمر لحد ما ياخد لون ذهبي بسيط. اول ما يوصل للون اللي انتوا شايفينه ده هننزل عليه بمعلقتين كبار من الخل، وهي دي الطشة اللي احنا هنحطها على العدس اللي احنا هنعمل بيه الفتة بعد ما قسمنا طبعا الكمية نصين، نص للشوربة ونص للفتة. شايفين هنا؟ شايفين بقت عاملة ازاي؟ خطيرة. هناخدها بقى وننزل بيها على باقي الكمية اللي عندنا ونقلب كده تقليبة بسيطة ونديله غلوة كمان، وكده الفتة بتاعتنا جاهزة. هنا كمان عملنا شوية، دحرجنا كده كام بيضة في السمن زي اهالينا زمان ما كانوا بيعملوها. مامتي كان لازم تعمل البيض كده مع العدس كده عادي خالص، مسلوق كده نص سلقة، وبندحرجه كده في معلقة سمن معمول في البيت عادي، مش بعشرمية الف هو ولا حاجة. وبيطلع تحفة وبتبقى وجبة كده متكاملة. نروح بقى نغرف الكلام بتاعنا. شايفين الشوربة قوامها عامل ازاي؟ خطيرة وطعمها تحفة. وبالنسبة بقى للفتة، نجيب كده طبق كبير او صينية لو هناكل كلنا مع بعض، ونحط فيه العيش اللي احنا حمصناه وعليه شوية من الفتة اللي حطينا عليها الطشة، وشوية من التقلية، ده بصل متحمر عادي زي البصل اللي عملناه في الكشري، ونزين بقى بشوية من البيض المدحرج، كام شريحة من الليمون، ومفيش احلى من كده. وبما ان هي وجبة شعبية من الدرجة الاولى فبنعمل معاها شوية مخللات. انا عملت طماطم كده مخللة بالثوم، ممكن نحمر بطاطس، شوية بصل أخضر أو بتنجان مخلل اللي موجود عندنا. هي وجبة اقتصادية وسهلة وطعمها حلو ومخدتش وقت خالص، وكمان مغذية جدا للكبار والصغيرين. إن شاء الله تجربوها كده وتعجبكم، وترجعوا تكتبولي في الكومنتات وتقولولي رأيكم. وأشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، وباي باي.